احنا جروب جورني مقروين ديما نخرجوا كامب اسيري من قبل لا تصير الحادثه نتاع عمدون. ديجا اسيري باش العبيد ما نتحملوش مسؤوليه كبيره على رواحنا. ماذا بينا الجروب في تونس يكون اسيري، معناها باش العبيد كي حتى كي يمشي يتفرهد يبدا اسيري هكا اموره واضحه. سبحان الله عليك على عبد زلق، على سبحان الله طاح في جبل ولا حاجه. احنا ديما نخرجوا من القروين، فما كعبيت يجيو من سوسه يجيو بحذنا، خاطر ديجا بريسك نخرجوا فامي، حتى اصحابنا ولاو فامي كامله. احنا نخرجوا معايا خويا، معايا مرت خويا، معايا ولد خويا الصغير، كعبيت من الفامي، واصحابنا الاخرين ولاو نومبر من الفامي. ماذا بينا حاجه جوست نحكي على الكامب، انه برشا الكامب ما نعرفش، ما نجمش نقول انهم معناها فاهمينه بالغلط، اما العبيد انه الكامب خاطر كل واحد كيفاش يحب، معناه واحد كيما قالوا يحب ربوخ، وواحد يحب انه يكلمي واحد. ماذا بينا نحترموا بعضنا الناس الكل، حتى كان فما مثلا ديربيك ولا حاجه كوميم، احنا جروب لابد باش نعملوا جو امبيونس مع بعضنا، اما نحترموا بعضنا. فما وقت زيدا نمشيو بيه باش نحترموا بعضنا، باش ما تكونش فما مشكله للعبيد اخرين، خاطر عبد ساعات ينجم يكون مش يرقد يحب يقرا كتاب ولا حاجه. جست نحترموا بعضنا اول حاجه. هذيك الكامب برشا ناس فاهمينه بالغلط في حاجة، انه الكامب معناها سيبت العبيد البيران واحد شيء وجيت ولا الكامب يشربوا درشنوة، عبارة اونبتر بارانتيز اسمه قونة ولا الكامب. معناها ماذا بينا نحترموا بعضنا، ويكون حتى في صورة ما انسان يحب يشرب ولا حاجة يكون اسمه يكون معناها باحترام اسمه بعيد على العبيد باش ما يقلقش العبيد ولا حاجة. ان شاء الله العبيد كلها تفهم، ان شاء الله يوفروا لنا اول حاجه لي سونتر نتاع الكامبينغ، خاطر برشا بلايص تحرمنا منهم في تونس وبلايص مزيانين حرموها علينا برشا عبيد والمشاكل اللي يمكن نتاع البلاصه هذيك ولا حاجه. تونس مزيانه برشا، وبالحق على قد ما دور فيها على قد ما تزيد تحبها. اول حاجه تونس بلاد الخير. جينا اليوم بحذا بيرار حلق الواد، مش حلق الواد خاطر هذه حلق الواد نتاع الزويره، اكبر براج في تونس كامله، يمتد على 88 كيلومتر طول نتاعو، معناها يصب في البحر. براج ياسر مزيان، ديجا في البراج يربط معناها البارك البريق وبارك بولحيه، وهذا حلق الواد اللي يصب في البحر. معناها بلاصه مزيانه برشا، شاطها مزيان برشا، عبيدها بهين برشا. بيرار يرحم والديه بالحق فرح بينا هو وصديم زاده. مرحبا بكم الناس كل بحذاهم، وان شاء الله ان شاء الله الدوله تفهمنا وتوفر لنا برشا صناطر نتاع كامبينغ باش ما نتحرموش من تونس. لاحظوا زياده يظهر لي موجوده بيناتكم اجنبيه. اجنبيه اي بروكسيل، نورا جيم بروكسيل تعدي في فاكونس هي ورجلها نزار. اجواء تونس والمخيم. على الجو انا سي ما ثوازيام فوا، ونعرف بلادي اوترومون يعني بحر وتله وكل شيء، ولو كامبينغ هذا خاصه عجبني برشا. ديجا البقعه تهبل، لو باراج لي مانيفيك، سي ان بو اوروبيان هكا ستيل اوروبيان، اي يعني انتر الباراج والبحر ياسر عجبتني هذيك اللينيا، يعني حاجه ناتوريل. اي بيان سور c'est la nature, on découvre notre pays autrement. انا ديجا نحب برشا بلادي هكا دورت العالم، اما باقي نرجع لبلادي وتوجور، اما شنو لازمنا انكوراجمون هكا باش نزيد ونرجع 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 ونقعد باقي نعاود ونرجع. لو كان تلقى اوتر اوفر باش تعمل دي كامبينغ تعاود؟ بيان سور سي ما ثوازيام هذي. اي جروب تاعنا جروب اوسي معنا حميد، وجروب محلي متربيين ناس يعني هكا نظاف يلموا بلاصتهم، هذاك اللي عجبني لا سوليداريتي، نطيبوا كلنا مع بعضنا حاجه اخرى يعني. اون ابخون لو كامبينغ اوترومون افيك لي جون دو نوت بيي، يعني محلي سي نوت ديكوفيرت، انا عجبتني برشا. انا اول مره نكون حاضر معناها في كامبينغ، جيت مع خونا حمدي، نحب نحكي معناها حب نحكي لتونس ياسر مزيانه ياسر حلوه،
انا اول مره نكتشف البلاصه هذه. جوست حاجه واحده معناها يلزم الدوله توعي العباد وتوريهم بلادهم مش ينجموا يخرجوا مش يديكوفريو البلاد، خاطر بالرسمي عمري ما سمعت مثلا فما شد في بيجا ولا في بلاصه كان مش معناها اخونا حمدي وفي ميدياتي زي عملها بالبيس والفيسبوك مش سمعت انا واحد الناس كلها يلزم. وحاجه اخرى معناها يلزم الاسباس معناها يكون معناها اكثر مهيئ، خاطر كومين فما عبيد مثلا تبدا مع امه مثلا تو لي ترونج داج الصغيره تنجم تتسلك امورها معناها فهمتني، بينما الترونج داج الكبيره ماذا بينا اكثر احاطه مثلا اللي معناها التواليتي الدنيا معناها الحاجات هذوما الكل يكونوا معناها واصلين للبلاصه هذه مادام هي تعرفت ومادام العبيد قاعده تجي بالمئات لهنا قاعده عبيد تجي نهيئوا الاسباس وان شاء الله معناها العبيد الدوله معناها تخدم على السياحه الداخلية سيرتو السياحة الداخلية اللي هي نحن عنا فقر كبير برشا. نحن نعرفوا السياحة كان للساحل وكان للوتلة والبحورات، ماذا بينا نحن توصل للسياحة الداخلية والمناطق الكل نعرفوها الناس كل عن طريق هكا لي كامبين.